للمتابعة انضم إلينا من القدس مراسل الغد أحمد البوديري. ليلة السبت مناسبة الحداد اليهودي، أو ما يعرف يا أحمد بخراب الهيكل، هذه الذكرى ما الذي يترافق معها أمام عينيك؟ يعني بلا شك هذا الجانب الإسرائيلي يتعامل مع ليلة الأحد وليس ليلة السبت، بمعنى آخر بأن هذه الأيام هي أيام دينية. يوم خراب الهيكل التاسع من آب حسب التقويم العبري مرة أخرى، وبالتالي هنالك تأكيد على هذه الأبعاد الدينية. قصة تتحدث عن خراب هذا الهيكل في العصر البابلي وما إلى ذلك، ولكن النشطاء غلاة الاستيطان في مدينة القدس يحاولون أن يوصلوا رسالة هامة إلى المجتمع الإسرائيلي: عليكم الذهاب إلى المسجد الأقصى. في نفس الوقت وبالتزامن مع هذا الأسبوع الكامل من الصلوات والصوم والخراب والحشد اليهودي، نحن نمر أيضا في ذكرى مرور عام كامل على خلع البوابات التي كان من المفترض أن تكون أيضا تحيط بالمسجد الأقصى. وبالتالي مهما حاولنا أن نبتعد حول قانون القومية أو التصعيد في قطاع غزة وما إلى ذلك، ولكن تبقى بؤرة التوتر الحقيقية موجودة على عتبات المسجد الأقصى. صحيح. دعوات طيب كبيرة جدا قبل الدعوات يا أحمد، مسألة الهيكل بأن يكون هناك أعداد. نعم. قبل الدعوات والمسيرة، مسألة اقتحام المقبرة وإقامة باب الرحمة أعني وإقامة الصلاة بداخلها، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هل من دلالات رمزية مثلا؟ هذا الجبل الذي عليه المسجد الأقصى حسب الاعتقاد اليهودي بأن كان عليه الهيكل المزعوم الذين كانوا يتحدثون عنه في التوراة، الهيكل الأول والثاني. الجانب الإسرائيلي اليهودي يسيطر على الحائط الغربي من المسجد الأقصى. باب الرحمة، مقبرة الرحمة موجودة عند الحائط الشرقي للمسجد الأقصى، وبالتالي هنالك محاولة لاستفراد هذه المنطقة. هي مقبرة إسلامية نشيطة، يعني لما تزال لغاية الآن موجودة ويقوم المسلمون بدفن موتاهم فيها. الجانب الاستيطاني يحاول أن يقول بأننا كما نسيطر على الحائط الغربي نريد أيضا أن نسيطر على الحائط الشرقي، والسبيل إلى ذلك هو بنشاط استيطاني صلواتي تهودي. طيب. تلمودي عند هذه يا المنطقة أحمد. وبالتالي هذا هو النشاط الدائر. هذا الأسبوع سوف هناك النشاط جمعية يا أحمد الاستيطان. تدعى نساء بالأخضر، ربما هي جمعية دينية يمينية تدعو لمسيرات ليلية من اليوم وحتى الغد وغير ذلك من الأيام. هل من تفاصيل حول هذا الأمر، هذه المسيرات، وكيف يتم مسألة إغلاق الشوارع أو المداخل المؤدية للأقصى هنا؟ تتذكر عندما كنا نتحدث السابق حول المرابطات في المسجد الأقصى من المسلمات، الجانب اليهودي الآن يحاول أن يعمل محاكاة تماما كما هنالك دعوات للمسلمين وللفصائل الفلسطينية، وكان هنالك بيان مهم اليوم الذي دعا غد وبعد غد خلال الأسبوع القادم أن يكون هناك شد رحال للمسجد الأقصى. الجانب الاستيطاني يحاول أن يعمل محاكاة، يحاول استقطاب النسوة اليهوديات للذهاب إلى الحائط الغربي أو إلى الحائط الشرقي للمسجد الأقصى، أو محاولة اقتحام المسجد الأقصى. طبعا جنود الاحتلال، شرطة الاحتلال، رفعت من حالة التأهب في مدينة القدس كما تفعل في كل مرة في التاسع من آب، وهذا طبعا حسب التقويم العبري. ولكن الخشية الحقيقية هو أن لا يكون هنالك استجابة إسلامية، لا يكون هنالك استجابة فلسطينية، وبالتالي الاقتحامات تكون صعبة. غدا سوف يكون صباحا هنالك اقتحامات للمسجد الأقصى في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية، وهنالك محاولة ضخ جهود الحافلات وما إلى ذلك من قبل اليمين الإسرائيلي لكي يستطيع إقناع جمهورهم بالوصول إلى المسجد الأقصى. شكرا جزيلا مراسل الغد من القدس أحمد البوديري.